ينظف مسلمون ومسيحيون ساحة كنيسة مارجرجوس في حي العرب بمدينة أم درمان، فموسم الأعياد يجب أن يمر على أرض نظيفة وليس على أرض مغبرة ببقايا القذائف العشوائية ورمادها. فوق محروقة، هي كلها محروقة فوق مكسرة، وبرك دمار شديد برضو، حريق شديد بر. ومقر سيدنا الأنبسطفانوس الله ينيح روحه برضو نفس الشيء، يتدمر، كسروه وخشوه ودمروه. هنا في كنيسة مارجرجوس تبدو الجدران وكأنها سترة واقية حفر فيها الرصاص الذي أمطر من كل حدب وصوب، حفراً قد تسد بعمليات إعادة الترميم مستقبلاً، لكنها من الصعب أن تسد في الذاكرة، فأهوال الحرب تركت ندوباً داخل كل سوداني. جينا نساعد أخواننا الأقباط في كنيسة الشهيد مارمينا، هم طبعا متداخلين معانا في العقائد، مشتركين معانا في الوطن بغض النظر عن هم عقيدتهم، لكن هم مشاركين في افراحنا وفي اطراحنا. حتى العدوان اللي وقع علينا وعليهم كان واحد، يعني هم اتضرروا احنا اتضررنا، مساجدنا تاثرت وكنائسنا برضه تاثرت. يمسح سودانيون يشتركون في المصير ويختلفون بالأديان صور شخصيات دينية مقدسة، تحضيراً لتمتلئ هذه المقاعد الخشبية قريباً بالمصلين بعد أن غادرها زوارها منذ أشهر، على أمل أن تعلو صوت التراتيل على صوت المدافع. هلال علي، الحدث.